بيقولوا الحسنة المخفية في البيعة المرخية، يعني ايه؟ وانا طفلة كنت بصيف مع اهلي ونزلت انا ووالدي نجيب اكل، والطبيعي بقى مصيف منتظر نروح محل كبير ونجيب حاجة حلوة ونروح، لقيت بابا بيسأل على سوق، يا حج يا حبكة يعني مش لازم خالص نجي ادور على السوق في المصيف. ولما وصل السوق ما اشتراش من المحلات اللي في السوق، كان بيدور على الناس اللي قاعدة بتصطاد اليوم بيوم وتبيعه في وقتها. وانا قعدت اقول ايه ده، الراجل ده بيوفر ولا ايه، ليه مزنقها قوي كده وعمال يدور على دول؟ ده خد مننا وقت ومجهود وفلوس على فكره، لان احنا مشينا مسافه كبيره جدا عشان نوصل اصلا ليهم. بعد كل ده انا حاسه انه احنا ما وفرناش حاجه، ليه كل ده يا بابا بتعمل كده ليه؟ قال لي المحلات كده كده هتبيع، لانه اغلب الناس شايفه اليوفط وشايفاهم ودول بالنسبه لهم ايسر واسهل، لكن الراجل اللي قاعد ده صحي من قبل الفجر ووقف يصطاد، ومش كل مره بيصطاد نفس نوع السمك، ومش كل مره بيصطاد نفس كميه السمك، وكل رزقه هيجي من اللي هيبيعه النهارده ويروح بيه. وقتها قعدت اتناقش مع بابايا في انه طب ما ندي لاي حد من الناس اللي في الشارع اللي بيقعدوا يقولوا ان هم مش معاهم فلوس او ان هم محتاجين. وخلاص لما كبرت ابتديت افهم ان اللي بابايا عمله ده في حاجات كتير جدا. واحد، هو مش بيشجع المتسولين، هو مش بيشجع الناس اللي مش بتقوم بوظيفة. المفروض اشجع الشخص الشقيان اللي تعبان اللي باذل مجهود اللي فعلا بيدور ازاي يجيب فلوس لاهله بشكل حلال بشكل لطيف، مش بشكل فيه سؤال او مش بشكل فيه التعدي على حقوق الناس. انا كتير جدا شوف في اخر اليوم او بالليل متأخر واحدة كانت قاعدة على كرسي متحرك وبتقوم تشيله وتاخده وتحطه في عربية وتروح. شجعوا الناس اللي فعلا باذلة مجهود، شجعوا الناس فعلا اللي بتبيع منتج. تيجي منين الحسنة المخفية اللي انا عايزة اوديها بايدي اليمين وايدي الشمال ما تعرفش كان فيها ايه اصلا؟ هتيجي من اني لما احتاج اجيب مناديل احطها في شنطتي او مناديل لعربيتي، مش لازم اجيبها من السوبر ماركت ولا من الهايبر ماركت، لاني بلاقي ناس كتير في المترو وفي المواصلات وفي الشارع وفي الاشارات بيبيعوا المناديل دي. الناس اللي بتبقى بتزق عربيات مليانة بضاعة وهم اللي بيزقوها وبيمشوا بيها مسافات يستحقوا اكتر بكتير. اتعب نفسك ودور عليهم واشتري منهم. كان ليا واحدة صاحبتي كانت على طول بتركز تخلي جنب الباب ازايز مية مقفولة وعصاير برضو مقفولة. قالت لي بتوع الدليفري بيبقوا بيلفوا بقالهم كتير، ولما كنت بعزم عليهم بكوباية مية او كوباية شاي او اي حاجة من دي كانوش بيرضوا يشربوها عشان بيخافوا يبقى فيها مخدر وانه حد يسرقهم. فركزت بعد كده اجيب لهم حاجات مغلقة عشان اديها لهم وهم ماشيين، مش بيخافوا، تفرق معاهم جدا لان هم بيحسوا ان انا ممتنه لمجهودهم. مره كنت طالبه اوردر بتاع الدليفري بيكلمني يقول لي هو انتوا ساكنين في الدور الكام؟ لا ده عالي قوي. طب في بواب؟ لا. طب لو مفيش بواب ممكن تنزلي السبت؟ فابتديت اتنرفز عليه انه هو مين فينا اللي هيخدم التاني. فانا بنزل السبت ومتزرزره جدا، يعني انه ايه التعامل السخيف، وحاطه في دماغي اني هقفل وهتصل بالمحل واشتكيه. وانا بنزل السبت لقيته حد كبير في السن وهو بينزل من على الموتوسيكل، لقيت عنده شلل اطفال وماشي يعرج. مش المهم ظروفه ايه لانك عمرك ما هتعرفها، المهم هو بيبذل مجهود قد ايه، هو بيشتغل. يبقى هو اولى 100 مره من اللي ساحب وراه طفل عشان بس يستعطفك. انت كده بتشجعه وبتشجع ان هو يسرق اطفال عشان يشحت بيهم. لو هو قعد يشحت بالطريقه دي وما لقاش حد يديله فلوس مش هيلجأ لده. افتكروا دايما ان انتوا بتروحوا محلات كبيره ومولات وتدفعوا ارقام كبيره كده من غير ما تفتحوا بقكم لان ما فيهاش فصال، مع ان في فرق كبير في السعر، لان ده بيدفعك ثمن الكهرباء وثمن ايجار المول وثمن الضريبه وثمن وثمن وثمن. هو بيديك خدمه بس بيدفعك ثمنها تالت ومتلت. تاني واقف في الشارع ومش بيدفعك اي حاجه غير ثمن الحاجه ومكسبه بس، بتفاصل معاه في ايه؟ وفي ناس من الباعه الجائلين دول بعربيات الخضار او الفاكهه بيبقوا ماشيين في عز التلج لانه ما عندوش اوبشن تاني. دول بجد اللي يستحقوا انك تنزل تشتري منهم. وشجعوا الناس ان هم يكسبوا رزقهم بالحلال. ممكن تتعب نفسك شويه صغيرين وتفكر سنه كمان وتوفر على الناس دي حاجات كتير، وهي دي فعلا من وجهه نظري الحسنه المخفيه اللي عمرك ما هتعرف فيها انت تصدقت بكام او الراجل ده كسب منك قد ايه. وبحبح ايدك على قد ما تقدر، رخرخها، هو ده المكان الانسب اللي ممكن تعمل فيه كده. ادي الفلوس دي للي يستاهلها بجد. الحسنه المخفيه مش بس فلوس، ساعات بتبقى مجهود وطاقه
وقلب طيب بيعامل الناس بحسن نية. لو في مطرة خد اي حد في طريقك، لانه فعلا هو هيتبهدل، ولو انت عربيتك في وقت كانت عطلانة كنت هتتبهدل نفس البهدلة بتاعته دي. ودي حقيقي صدقة وحسنة مخفية محدش بيقدر يعرف فيها هو انا ثوابي كان قد ايه او انا هاخد ايه، غير كده شخص اللي بيفضل يدعيلك ويمتنلك لانك عملت كده من غير ما تبقى عارفه، من غير ما تبقى مستني منه مقابل. ما تشجعوش الناس على ان هم يتسولوا بالاطفال، ما تشجعوش الناس على ان هي ما بتشتغلش وبتشحت، ما تشجعوش الناس دي خالص. ساعدوهم وشجعوهم على السعي، وشجعوهم وساعدوهم على الرزق الحلال. اعملوا ده عشان ده هيفيد المجتمع اللي انتوا فيه، وهيفيدكم قبل ما يفيدهم هم كمان. في الاخر الفقر مش فقر فلوس، الفقر فقر قلوب وعقول.